مساء الخير لجميع حلقة جديدة من لم الشمل أنا ونور. حلقتنا بلشت وأبرز عناوينها. تسجيل إصابة جديدة بكورونا شمال سوريا وتواصل حملات التعقيم. واللاجئون في لبنان متخوفون من الإعادة القسرية إلى سوريا. الجنسية التركية، ما طرق الحصول عليها؟ أعلنت وحدة تنسيق الدعم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين في شمال غربي سوريا ليرتفع العدد إلى 19 إصابة. وقال مخبر الرصد الوبائي إنه أجرى 62 اختبارا حديثا لتحديد الإصابات ليرتفع عدد الاختبارات إلى قرابة 3000. أقامت مديرية صحة حلب أكثر من 500 موقع في مناطق متفرقة من الريف الشرقي لحلب ضمن حملة الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل إصابات في الشمال السوري. طالبت المديرية جميع المنشآت والمنظمات الطبية إلزام كوادرها بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة الفيروس وفرض عقوبات إدارية بحق المخالفين وإرسال نسخة من العقوبات المطبقة إليها. تحاول المنظمات المحلية في إدلب إيجاد حلول مؤقتة للمهاجرين السوريين تقيهم الطقوس الجوية السيئة من خلال بناء قرى سكنية أوجدت بديلاً مريحاً ل5% فقط من مهاجري الشمال السوري بينما يعيش البقية مصيراً مجهولاً وحياة قاسية. المزيد في تقرير مسلم السيد عيسى. يلملم أبو أحمد وأطفاله أغراض خيمتهم تحضيراً لمرحلة جديدة، لكنها ولأول مرة ستكون تغييراً نحو الأفضل وإن كانت بشكل جزئي، فأمنياتهم أن تكون عودتهم إلى منازلهم ومدنهم، فلا شيء آخر يغريهم غيرها. والعيش بالخيمة كمان صعب أكثر، نتأمل من الله إنه إذا طلعنا من هون لمحل المكان الجديد اللي رايحين عليه يكون أفضل من هون، والله سبحانه وتعالى يفرج علينا. ضحك الحظ لأبي أحمد بحسب جيرانه، فقد اختارته إحدى المنظمات العاملة في إدلب مع عشرات العوائل لتأمين شقة مريحة لهم في إحدى القرى السكنية. يودع الجيران والذكريات التي عاشها بين أقمشة خيمته المنهكة من فصول السنة وطقوسها بعد انتظار طويل للحظة يتمناها كل نازح. يا سيدي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيكتب لنا الرجعة لنرجع بلادنا، لأن بعد البلد ما في بلاد بتنوب عنها، إذا بتكون قصور الدنيا بعد بلادك ما في شيء بينوب عنها. أرض الوطن عمري أنا مبعوف، مليون أرض الوطن عمري أنا مبعوف، طيبة أهاليها وبيت الغالي.
نعيش فيها. تعمل المنظمات المحلية على بناء القرى السكنية بعد سماح الأمم المتحدة ببناء كتل سكنية شرط أن تكون بسقف بلاستيكي حتى لا تشجع على الاستقرار بحسب مفوضية اللاجئين، الأمر الذي أعطى متنفساً لفئة لم تتجاوز 5% من عموم النازحين في الشمال السوري. نحن بقرية الحياة في مجموعة هذه حياة التطوعية، طبعاً القرية مؤلفة بتتألف من 220 غرفة سكنية مع جامع ومدرسة أطفال ومحلات تجارية. طبعاً نحن ما رح نقدر نغطي كل الاحتياجات لأهلنا لمليون نازح عم بيعيش بالمخيمات، قدر الإمكان رح ناخد فئة معينة من اللي عايشين بالمخيمات ونقول لها الغرف السكنية هاي. ترك أبو أحمد خيمته التي ملئت بحكايا القهر والعذاب، لكن آلافاً أخرى ضاقت بهم الحياة بحثاً عن جدار يستندون إليه فقط، وهم ينتظرون مصيراً مجهولاً دون أي حلول تنقذهم مما هم فيه. ثلثا سكان إدلب من النازحين بحسب الأمم المتحدة ما يزالون يبحثون عن حلم بالعودة إلى مدنهم وبيوتهم، متحملين أقصى الظروف الإنسانية والطقوس الجوية وأمراض مختلفة أنهكتهم داخل هذه الخيام. والله بشكل عام المخيمات أشو وضعها، نحن كونا متعودين على دور فالمخيمات صعبة كثير، ما إحنا متعودين على السكن هذا نحن. إيه الله يكون بالعون. بالصيف على غليق الفرن بشكل عام شوب كتير، الحرارة 40، عم نضطر عم نرفع الشادير، بنرفع الشادير بدها تفوت الحياة والعقارب، بنقعد جوا الخيمة شوب. بعرف بيت وبعرف أرضي، أهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبة والحنان. يورث النازحون الصبر لأجيال جديدة ولدت في المخيمات ربما، مع أمل يحدوهم أن يكون انتقال أبي أحمد الأخير قبل عودتهم إلى قراهم وانقشاع معاناتهم الطويلة. لتلفزيون سوريا، مسلم السيد عيسى، ريف إدلب. باشرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية أمس الاثنين عمل تشييد مدرسة لطلاب سوريين في مخيمات شمال إدلب. بحسب المسؤول الإعلامي في الهيئة سليم طوسون، من قال أن المخطط يستوعب 700 تلميذ على الأقل، وذكر طوسون أن هناك الكثير من أطفال المخيمات في الشمال السوري محرومون من التعليم. أعلنت إدارة معبر باب الهوى عبر بيان لها عن افتتاح المعبر مجدداً أمام حركة المسافرين والحالات الإسعافية والحركة التجارية والإغاثية، إلا أن القرار لم يشمل مرضى السرطان والقلب وغيرها من الأمراض التي تعرف بالحالات الباردة. هذا وينتظر نحو 400 مريض سرطان إذن الدخول إلى تركيا منذ 10 أيام دون تحديد موعد افتتاح المعبر أمامهم، كما أن هناك أكثر من 2400 حالة قلبية وعصبية بحاجة ضرورية إلى إذن لدخول الأراضي التركية لتلقي العلاج العاجل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي حسام السرحان. أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير لحضركم. بداية، ما الحالات الإسعافية التي شملها قرار العبور؟ أستاذي الكريم، حقيقة أنا تواصلت مع السيد مدير مكتب والي معبر باب الهوى بعد أن اطلعت على ما نشر في معبر على صفحة معبر باب الهوى. أكد لي مدير مكتب الوالي أنه المعبر قد أغلق لمدة أسبوع والآن قد تم إعادة فتحه للسماح لبعض الحالات الدخول من سوريا إلى تركيا وبالعكس.
طبعا الحالات اللي تم السماح لهم بالدخول من تركيا الى سوريا هم اي سوري يرغب بالذهاب الى سوريا يستطيع المغادره، لكن بشرط عدم العوده، بمعنى انه المغادره تكون نهائيه. ايضا سمح للعاملين في المنظمات الاغاثيه والطبيه المسجله اسمائهم لدى اداره المعبر، اضافه للتجار. وهناك حالات اسعافيه، والحالات الاسعافيه حقيقه هي الحالات التي يعني يرجح فيها احتماليه الوفاه في حال عدم السماح للمريض بالدخول الى تركيا للعلاج في المشافي التركيه. يعني ليس هناك امل بان تدخل الحالات المستعصيه مثل السرطان او حتى مرضى القلب او الامراض العصبيه؟ حقيقه انه هي مصنفه انها امراض بارده، حتى هذا التاريخ تم ايقاف دخول مرضى السرطان وامراض القلب والعصبيه للعلاج في المشافي التركيه بسبب انتشار مرض الكورونا في الشمال السوري. لمن سمح لهم العبور، هل يوجد إجراءات جديدة للدخول مثلا، أي إجراءات وقائية مشددة مثلا؟ حقيقة يعني أنا كوني موجود في منطقة باب الهوى، يعني كل شيء عم يدخل أو لمن يدخل من الجانب التركي، من الجانب السوري إلى الطرف التركي، لم يتم حجرهم مدة 14 يوم كما هو مقرر، او يعني طبيا من المفترض ان يتم حجر هؤلاء لمده 14 يوم للتاكد من الحاله المرضيه في حال كانت حالته سلبيه ام لا، فيتم دخولهم دون اي اجراء طبي. نعم، نتشكرك المحامي حسام السرحان، شكرا لك على هذه المداخله. شكرا لك. إلى موضوع آخر، اندلع حريق في مخيم خير الشام في بلدة كلي بريف إدلب الشمالي اليوم الثلاثاء بسبب ماس كهربائي. وقال مراسل موقع تلفزيون سوريا إن الحريق التهم ثلاث خيم دون تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على ندية فقط، وأضاف أن أهالي المخيم استيقظوا على أصوات الاستغاثة التي علت لإخماد الحريق وسارعوا إلى إطفاء النيران قبل انتقالها إلى الخيم الأخرى. كان حريق قد شب أمس الاثنين في مخيم سرسك بريف إدلب الشمالي نتيجة ماس كهربائي من أشرطة الكهرباء الموصلة أو الموصولة ببطارية تخزين الكهرباء داخل الخيمة، واقتصرت على الأضرار المادية. الموضوع الآخر، ارتفع سعر مادة الخبز في مدينة دير الزور بنحو 40% بسبب زيادة الطلب عليه نتيجة تقليص ساعات عمل الأفران في هذه المنطقة. ويباع الخبز خارج الأفران بأسعار مضاعفة إذ يصل إلى 500 ليرة سورية للرقة الواحدة، وذلك بسبب عدم قدرة الأهالي على شراء الكميات التي يحتاجونها من الأفران مباشرة، إضافة إلى تفشي المحسوبيات في توزيع الخبز. حتى نحكي أكثر حول هذا الموضوع معنا الصحفي عهد السليبي، أهلا بك بداية. مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم نور وأيها مسالة مشاهدي تلفزيون سوريا. شو هو سبب ارتفاع أسعار الخبز في دير الزور؟ بصراحة ارتفعت أسعار ربطات الخبز من 200 ليرة إلى 500 ليرة بسبب ارتفاع سعر كيس الطحين من 15000 ليرة سورية إلى 30000 ليرة سورية في غضون ايام يعني معدوده. من قام برفع هذه الاسعار هم الاداره الذاتيه ذاتها المسيطره على المنطقه. ذكر الخبر ان الخبز يباع خارج الافران باسعار مضاعفه، لماذا اصلا يتم بيع الخبز خارج الافران؟ يعني دعت قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه انها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمه للوقايه من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وقاموا بتوزيع الخبز على مندوبين في المناطق المسيطر عليها لأناس يتبعون للإدارة الذاتية إن كان في المجلس المدني أو المجال المحلية. هؤلاء يكونون تابعين بشكل أو بآخر لقسد ذاتها، هم من يقومون باستغلال الناس ويرفعون الأسعار. يعني هناك بعض أيضا محسوبيات من أبناء المنطقة ذاتهم ربما يعني
مستندين على قسد والقوة. طيب هاي المحسوبيات اللي ذكرتها كيف عم تصير؟ يعني شو الآلية؟ يعني إذا كان أحد هؤلاء المندوبين تابع لقسد القوة يعني يحاول أنه يبدي الناس اللي من جيرانه أو أقاربه على الناس الغريبين، في بعض العائلات ما عم توصلها حتى أوضة الخبز، أو أنه يحكموا بسعر معين مثلا، إذا كان 500 هو يرفعها ل 700 ليرة، مضطر الإنسان العادي بده يشتري بالنهاية. طبعا يعني خبز يعني مادة أساسية في السفرة السورية. عهد، احكينا شوي عن أحوال الناس اليوم بظل كورونا وتداعيات كورونا. بصراحة المنطقة كانت تعيش استقرار ربما أو جزء من الاستقرار في الفترة الماضية، إلا أن حملة قسد الأخيرة على الريف الشرقي لدير الزور سببت حالة من الذعر وعدم الاستقرار نهائيا، وارتفاع بأسعار المواد الغذائية وإيقاف الحياة بشكل شبه كامل لمدة 5 أيام. اليوم الحياة إلى منطقة الشحيل وجديد بقارة والزر وبعض القرى الأخرى التابعة لمدينة البصيرة إعادة تدريجية يعني للحياة. الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية، ربما نحن انتهنا هذا القول أن الأوضاع الإنسانية سيئة وأن لا منظمات موجودة في هذه المنطقة، لكن حقيقة في الأيام الأخيرة المنطقة عاشت هذا الكلام قولا وفعلا. بدي أشكرك الصحفي عهد صليبي، شكرا جزيلا لحضرتك. أعلنت تركيا مؤخرا عن عدد من الوفيات في مدن مختلفة جراء قرصة حشرة القرادة الموسمية، إذ يوجد في تركيا أنواع مختلفة منها تتراوح قرصتها بين المميتة وغير المعدية، بينما تكثر في المناطق الخضراء والعشبية وتتسلل إلى الإنسان من الأعشاب أو الحيوانات، بينما تسعى الحكومة التركية للتخفيف من تكاثرها عبر التعديلات الجينية. نتابع. تتجول بحرية مطلقة، توجد حيث نستجم أو نلهو أو نعمل، تنتقل من مكان لآخر دون ما رقيب. هي القرادة العنكبوتية، الحشرة الخفية وذائعة الصيد في تركيا، التي تستهدف فريستها البشرية على حين غرة، متسببة له بأمراض قد يكون بعضها مميتاً كحمى الكونغو النسفية. القرادة حشرة عنكبوتية تمتص دم فريستها، وقد تنقل للإنسان أمراضاً مختلفة، منها الأمراض الجلدية ومنها المميتة، ومنها مرض لايم البكتيري وحمى الكونغو وأمراض جلدية مختلفة تسبب بقعاً وأوراماً جلدية، فهي لا تصيب الحيوانات وتكثر لدينا في تركيا، ومنها أنواع مختلفة ويجب الحذر منها في الأماكن العشبية كارتداء جوارب طويلة وتغطية أكبر مساحة ممكنة من الجلد كي لا تسمح للحشرة بالالتصاق. القرادة أو كينه كما تعرف بتركيا، حشرة موسمية صغيرة لا تتجاوز حبة العدس بحجمها، وتنتقل من الحشائش والأعشاب إلى الحيوانات وإلى البشر، وتوجد بأنواع مختلفة في تركيا، فمنها المميت وغير المميت، لا سيما في المناطق الجنوبية ووسط الأناضول والمدن الممتدة على البحر الأسود وفي اسطنبول. بينما يدرك بعض الأتراك خطورتها، يعتقد البعض أنها غير مؤذية لدرجة الموت. القرادة في بلادنا معظمنا غير مدرك لخطورتها إلا بعد أن تقرصهم، فهي حشرة صغيرة جدا وقد تكون مميتة في بعض الأحيان. لدينا حقل في قريتنا كنا نخرج إليه، وأحياناً تلتصق بنا القرادة وكنا نخرجها بأيدينا، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع أخبار الموت بسببها. لدينا مصيف وكنا نلدغ بكثرة بحشرة القرادة ولكنها غير سامة، أما هنا فلم أصادفها، ربما لأن الحشائش قصيرة. حمى الكونغو النسفية التي تنقلها القرادة الموسمية في تركيا شخصت لأول مرة في صيف عام 2003، متسببة بأكثر من 10,000 إصابة إلى الآن، توفي منها نحو 500 شخص، بينما تعمل الحكومة على تخفيف تكاثر الحشرة مستمرة في تحذيراتها حالياً. متناهية في الصغر، لكن لدغتها تفوق حجمها بآلاف المرات،
ولا ينفك الأطباء الأتراك يحذرون منها لا سيما في فصل الصيف وفي الأماكن العشبية. لتلفزيون سوريا سما نعنع إسطنبول. يعني القرادة ولا كورونا ولا الواحد من شو بده يحذر ولا من شو بنقعد بالبيت. هذا أول مرة بسمع بهذا بهي الحشرة. يعني أكيد أتمنى لكم السلامة لكل الموجودين بإسطنبول، يمكن هي أكثر شيء موجودة بإسطنبول في يعني تركيا. بعموم تركيا حسب التقرير. مشاهدينا مكملين معكم لكن بعد هالفاصل.